جديد بس السلامة. للثمن شعب لا نشوفك. الشرف لي والله العظيم حبيبي. شريف راسك. كيف أمك مزيان؟ بس بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. أمين وياك إن شاء الله يا ربي. احكي لي ازدهر. زيد بسم الله احنا بسم نتسلم. الله. دابا انا استاذ، كيفاش وقع لي باش تخد في هذا الروينه هذه اللي انا فيها؟ انا تعرفت على واحد الصديق ديالي، تعرفت على واحد السيد، هذا الاخ ديالي. كل السلام اخي. لا ماشي مشكل، اسمح لي اخي. لاباس لاباس. تفضل. انا في برشلونه، هو في باري. شكرا. تعرفت على واحد السيد، هذاك السيد جا عندي قال لي انت باين راك مريض وهادي، داني عند واحد الراقي اول مره، زعما مولا صاحبي وهادي، داني عند واحد الراقي، هذاك الراقي بقى كيقرا عليا. المهم قال لي صافي ما فيك والو. من بعد داز واحد المده، هو يقول لي واحد راكي واحد السيد زعما هو اللي غادي يداوي هنا، وغادي لنا وداني عند واحد السيد في تاوريرت. هذاك السيد من بعد، انا ملي فقت من هذا الشيء هذا اللي وقع لي، هذاك ساحر، هذاك السيد ماشي 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 رقيه بالقران، هادشي انا هاد العالم هذا ما كنتش كان ما فاهم فيه ما حتى شي حاجه. هذاك السيد كيخدم في البخور، كيخدم بالحجوب، كيخدم بالفاس، واحد الجفنه وشي حوايج بحال هكذا. هذاك السيد ملي بقى مشيت عند المره الاولى الثانيه الثالثه، ولا كيتحكم فيا بواحد الطريقه استاذ. انا صافي ما بقيتش فاهم في الوالد، بحال ما كاينش اللي كيقول لي نديرها كنديرها. انا تعرفت على واحد في نفس الوقت، تعرفت على واحد السيده، واحد البنت. انا قلت صافي هاد البنت هادي وصافي مزيان عجبتني، غادي ان شاء الله غادي. وانا ما عارفش هادشي هذا، ديتها حتى هي عنده، ديتها لعندو. من بعد انايا وشنو وقع لي؟ دازت غير شي مده قصيره ياك، وعليها طلعت انا اسبانيا قبل كورونا. يلا طلعت لاسبانيا واحد 4 ايام ولا 5 ايام قبل كورونا، وهما يسدو، قالك صافي سدينا كورونا وهداك الشيء. دابا هذاك السيد هذاك اللي داني عنده، هذاك السيد اللي داني عند هذا الساحر هذا، هذاك النتيجة اللي خلاص اللي خرجت بها أنا هو داني عند ذاك الساحر باش سحرني، باش خدموني، حيت عطيتلو داني عند هذاك الساحر، ولاو دايرين بيا ما بغاو، عطيتلو علاقات، عطيتلو الناس في التجارة، عطيتلو داني كاع الأصدقاء ديالي، صحابي، كلشي. هذيك البنت وليت أنا غير كتقول لي صيفط لي الفلوس، صيفط لي هذيك، غير كنصيفط، ولا خدموني بحال، بغيت نقول لك زعما خدموني. من بعد واحد وقع، وشنو وقع لي في هذا راس العام هذا استاذ؟ جا واحد السيد صديق ديالي، تصور استاذ، من كورونا حتى لراس العام، حتى لشهر واحد عاد قدرت ندخل المغرب، باغي ندخل المغرب ما نقدرش ندخل المغرب. هذيك السيدة كتقول لي ما غاديش تقدر تدخل المغرب. هي كتقول لي راه ما غاديش تقدر تدخل هي المغرب. هي غير المغرب. تقول لي لا زعما واخا غادي دير محاولة باش تدخل المغرب، غادي تلقى عراقيل، ولا غادي يوقع لك ولاو شي مشكل، ولا مخدميني بواحد الطريقة أستاذ. هما هذوك الثلاثة عندهم علاقة بيناتهم. يعني من بعد اكتشفوا واحد العلاقة، يعني كنت جاي بواحد العلاقة أستاذ. هادو شنو وقع لهم؟ جا واحد الصديق ديالي جزائري، صديق ديالي قديم عاش في كندا، وجا عندي لبرشلونة، وبديت كيهضر معايا، قال لي راه يلا عيطت لي اختي، راه جا واحد السيد، واحد الراقي، راه داواها هي ولدها واحد الصديقة ديالها. وكيفاش قلت له كيفاش داواها وهادي؟ قال لي دار لهم جوج الورقات مكتوبة غير القرآن، دارهم في الماء، في 5 لتر ديال الماء، كتشرب كاس هكذا في الليل،
وكتمسح الجسم ديالك وفي الصباح كذلك. قلت له ديت انا راني مانيش مزيان كنحس براسي ماشي هو هذاك هذاك. هو صيفط لي انا هادو جوج الورقات حتى انا درت هذاك الشيء. درت 5 يترو 21 يوم، في 5 يترو ديال الماء درت ورقه. وليت كنشرب كاس بالليل، كنمسح الجسم ديالي كاس بغدا ليه، كنمسح الجسم ديالي المده ديال المهم 21 يوم. في 21 يوم جوج 42 تقريبا 40 يوم. استاذ ملي درت هذاك الشيء هذاك صراحه تما فقت. ملي درت هذاك الشيء اللي جاب لي صاحبي من الجزائر تما عينيا تحلو. هذيك الساعه غير يلاه كملت هذاك الدور، شديت اول طائره شديتها دخلت المغرب. وشنو نكتشف؟ هو كان تاثر ديجا في لو كور ديالو كيما كنشوفو دروكا، كان ولا كحل ضعاف. ما كنقدرش، الخوف كنخاف، نخاف الخوف، المود ديال الخوف. مناش خايف الله اعلم، من موسوس الوسواس، من الناس موسوس الله اعلم. الابر في الجسم، الظهر كيوجع، الجسم ديالي كامل كيوجعني استاذ، ما كيقدرش ينظم كامل، ما كنقدرش. ما كنهضرش مع الناس، ما كنهضرش مع العائله، ما كنهضرش مع الاصدقاء، ما كنهضرش. المشاكل مشاكل، واحد اللي نعيز بحال تعزلت، بقيت في الدار ما كنخرجش عام ونص ولا اكثر، ما خرجش من الدار من بدات قبل ما تبدا كورونا حتى تقريبا شهر 12 حتى ملي جا هذاك السيد الصديق ديالي. هو عنده العاده انه كيمشي ويجي 5 6 7 المرات في العام على حساب التجاره ديالو، ولكن كيتحرك، ما يمكنش يبقى ليها ولا يبقى انا. هذاك السيد هذاك الساحر استاذ ملي كنت كنمشي عنده، دابا انا عندي تجاره هنا في المغرب، عندي واحد المحل وعندي واحد البلاصه، واحد ديبو كبير. هذاك الساحر ملي 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 سيطر عليا بواحد الطريقه زعما بحال ديتو انا لهذاك المحل وهذاك الديبو باش يدير شي خدمه. نو يدير شي خدمه زعما بحال اللي غادي عندي بلاك قبول ولا شي حاجه، ولا حيت سلاح التعطيل ولا كذا. لا زعما باش يحيد لي باش يداويه في ذاك المحل ديالو، انه ذاك المحل كاين سحر وكاين هذاك الشيء. قتلك واش وجاب اكثر من 40 مره وجاب السقلو ولدو معاه. اكثر من 40 مره كنمشي لهذاك المحل ديالي وجاب له ولدو لصقو معاه. علاش 40 مره؟ 40 مره كيجي كنمشي للمحل كيجي كيبقى كيبخر كنقول له انا غير فهمني وشنو هو هذا الشيء هذا وشنو واقع، غير صبر غيكون الخير صبر. ولكن علاش قلت لك ولاو كي هو ولا كيدير داك الشيء معاهم، يعني متقبل داك الشيء. الوغ هو الكاركتير فيا، هو الكاركتير ديالو ماشي هكا، ماشي اي واحد يقدر يجي يتحكم فيا. كيتحكم فيا كيقول لي دير هادي دير هادي. تصور انه استاذ جاب لي ولده شحال جلس معاه؟ كانوا معايا في الدار اكثر من شهر ونص، بقى معاه 24 ساعه. انا قابل عادي، ولا شي مراقب؟ مراقب ولا كانوا شي اغراض اخرى في داك الشيء؟ الشيء اللي كاين كيخدموا خدمه اخرى. الله اعلم. ولكن باي حجه يسكن معاك هو في الدار؟ اسمح لي استاذ، كان يلقى في الدار اللي كانوا ساكنين فيها تما اللي كنت كتلقى الحوايج. فكرت هذه استاذ، في الدار فين كان معايا الولد ديالو عنده السطح. هو تصور انه واحد الصباح فقت الصباح لقيت في السطح ديال الدار العلف ديال الزيتون، النحل، العلف ديال التمر، الحنة، السطح لقيتو كامل وما، الجيران تا واحد ما عندو الما، لقيت أنا عندي السطح كامل ما، النحل، لقيت شي حجر بحال شي حجرات، العلف ديال الخروب. شي حاجات والله ما بقيت عاقل، المهم شي 10 الحاجات ولا 12 حاجة. الزرع ما بقيتيش لنا؟ لا الزرع لا. سير كمل شنو هو؟ قلت له طلعت ما لقيتي معاه والو، لقيتي غير هاد الحبوب هما اللي لقيتي؟ لا هادشي اللي لقيت اصاحبي. والما مرشوش؟ الما ماشي مرشوش، الما بركة عامر. عامر ما ايوا هادشي في السطح. وشو كيطلع عندك في السطح؟ حتى واحد. هذه بارتمون، هذه ماشي دار، غير بارتمون ديغني ايطاج وعندها السطح ديالها. فهمت فهمت. سبيسيال ماشي، ما كانش جيران. فهمت فهمت.
المهم دابا استاذ انا هذا الشيء هذا ما رانيش فاهم شنو هو، ويمكن من الاحسن بلا ما يقلب كاع يفهم شنو هو. لا خصك تفهم، خصي تفهم ياك استاذ حتى يكون التاثير عليك في حوايج اخرى. ما كملش مزيان. حاولت نفهم صراحه ولكن ما لقيت ما عيد. طيب يوقع لك هادشي كامل فين وقفتي؟ قطعتي به الصله مع هاد الناس هادو في راس العام ملي درت هادشي هذا، ملي رجع للمغرب وبدا كيتحرك وبدا كيقلب باش يفهم. لا 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 حيت استاذ باش تفهم، انا ملي بديت كان ملي درت هذاك اللي صافتي هذاك من الجزائر هذه ال 20 يوم باش 22 هذا، وشنو وقع في هذاك الاسبوع هذاك؟ الخدام خدام في عندي في المحل شاف هذيك البنت وهذا السحار ومرات السحار وختو السحار واقفين في الباب ديال المحل فين كان كيديني شي 40 مره هو كيديني، ماشي في المحل في الديبو، داني اكثر من 40 مره هذاك المحل. دابا انا ملي بديت كندير هذاك الدواء وهذيك هذيك هذيك السحيره هذيك الشيطانه هذيك اللي كنت انا باغي نتزوج معها اللي قلت لك حتى هي قبل ما يجيني هذاك الدواء هذا اللي من الجزائر، عيطت عليا وقالت لي قالت لي واش غادي دير شي دواء وراه جايك شي دواء وراه. او كيفاش هذه باش عرفت هذا الشيء هذا؟ قلت لها لا كندير الرقيه. لا ما تقوليش الرقيه راه كاين شي حاجه تما. صعب بدات الامور صافي بديت كنحس بديت كنتحل بدا كيت. هي ما عندها حتى شي واحد اللي يجيب لها المعلومه من برشلونه، لان ما تعرف حتى شي واحد اللي عنده كونتاكت مع برشلونه. وانا ابدا ماشي لا ماشي برشلونه كاين هادو هادو سحره شياطين هادو سحارين نورمال. دابا استاذ باش ملي انا بديت كندير هذاك الدواء دازت 10 ايام 15 يوم والخدام يلقاهم في الباب ديال هذاك المحل في السياره هكذا كيجا الخدام هربوا. دابا هادو شنو كيديروا في الباب هذاك؟ غربين كنقول انا شنو كيديروا في الباب ديال هذاك ديال الديبو اللي كان كيديني ليه؟ واش هو مثلا علاش كان كيديني لهذاك المحل اكثر من 40 مره؟ واش كاين شي حاجه؟ واش كانوا طامعين في شي حاجه في شي كنز؟ واش كانوا طامعين؟ مانيش عارف ما قدرتش نفهم. اش في اسبانيا؟ هنا في المغرب. هنا في المغرب. وهذيك البنت كانت وصلت لواحد المرحله انها كتصيفط له شي حوايج زعما باش يداوي بهم. اي صافط لي شي حوايج بحال قرعه فيها ما مرقي الله اعلم ياك. هي ماشي ما هي قالت ما مرقي. علاش قالت لي؟ قالت لي باش تقطع لانه انا كندخن. قالت لي باش غتقطع التدخين. انا دابا وليت بالعكس كندخن اكثر من اللي كنت. وليت كندخن واحد الدرجه. هذيك الحوايج اللي صيفط لك ديك الوقيته بحال هذوك انايا في ديك الوقيته من موراهم حسيت به بحال اللي زاد تاثر اكثر. وهذيك هي المرحله اللي بدات كتقول له راك ما غاديش تقدر تدخل للمغرب. راه ما غاديش يخليوك. دابا الصيله عندكم قطعته ولا مازال؟ لا ما صيفطش. الصيله معاهم تقطعت؟ لا انا قاطع الصله. قاطع الصله. نهائيا ما كاينش علاقه. ما خصني نهضر ما خصني نتكلم ما خصني. دابا استاذ من بعد ملي دخلت المغرب ابار هذه نتاع المحل اللي شوف سبحان الله لقاهم هذاك في الخدام، اكتشفت انه هذاك صاحبي اللي داني انا عند هذا الساحر في علاقه ولا من بعد انا ملي مشيت سبحان الله في علاقه مع هذه مع البنت. دابا هذا اللي داني عند الساحر عطيت له انا عطيت له الناس ولا كيخدم معاهم في التجاره ولا ملياردير ما فهمت والو. وانا هذوك الناس صحابي كاملين داروا عليا انا في مده عام كاملين ما كاينش شي واحد ما دابا حتى عرفتي في التليفون استاذ اللي قلب عليا ولا شي والو. انا دابا الفكر بحال يعني واش شكون هو كيجي 40 مره وكيرشو كذا لا آه. دابا يلا جاوبتي على السؤال دابا قاعدك العمل ديالك انت ديال القاعده ديال السنين جرى الداع عندك. نعم انت جاوبتي دابا دوك ما كاينش الواقع دابا انت جاوبتي ما كانش هو كيجيب 40 يوم غادي بجاي
وعارف كيتستعمل بالشياطين وأباليس نعم باش يوصل لهاد الغاية. نعم هذا هو الإشكال. هو هذا إذا في الأخير هما كاملين منظومة واحدة، تلقاهم خدامين جروب واحد. كاين هذاك السيدة اللي كانت باغاته واللي كان باغيها باغي يتزوجها، والسيد الساحر ديال التاورين وهذاك صاحبه ماشي بعيد. داك السحر دابا غادي يعرفوا الناس اللي واصلين فلوس وغنصبوا عليهم. لا ما وصل، غيدو يستغلوا الناس اللي عندهم نفوذ، عندهم فلوس في التجاره. فهمتي؟ نعم. دابا انت امورك في التجاره كيدير مزيان. قتول يا استاذ، هادشي شحال باش وقع دابا؟ هادشي عامين دابا. ليستوار بدات، ليستوار بدات هادي سنتين. يدك طلع الشمال وانت راك ملبوس انت. وانا كنقول الحاجه، واحد الحاجه اللي يمكن مزوج. انت ما مزوج؟ ما عرفت زوجتي؟ لا. شنو خصني ندير؟ دابا شهر 8 درت 40 سنه. واش شنو نقول لك اخي؟ بقيت كتكني بزاف دابا ليا. نعم. بعد ما قد كتحيد الكالوك بالعكس وليت كنكمل. طيب خير. دابا شوف يدك ترعى، راك انت مريض دابا كتزيد 100 مليون في 100 في الشمال خويا. انا درت رقية يا استاذ، درت رقية ولكن ما كملت الصراحة، لانه كان خاصني نمشي لبرشلونة ورجعت. وانا كنت كان دائما تقريبا شهر، شحال من شهر وانا كنحاول باش وحتى اليوم الحمد لله كتبت باش جينا عندك يا استاذ. دابا انا كان عندي موعد هذا تقريبا نهار 1 شهر 8. وكاع حنا كيتسنى في كازا، ماشي مشكل. شحال تاع كازا؟ تقريبا 20. مشيت مشى سيمانة لوجدة وعاد جينا. راه العام انت من الاصل ديالك؟ وجدة. ما شاء الله وجدة. المحلات فين عندك تسمى في وجدة؟ عندي في وجدة انا. صافي فهمت. دابا وجدة ما قدرت ندخل لها. ياه. دابا مشيت وصلت جلست نقول سيمانه ولا 10 ايام. البنت نهار 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 الحد ولا الاثنين كنت جاي، كان عندي موعد نهار الاثنين. قالت لي الا تقدر ممكن حتى الاثنين تجي. قلت لها ماشي مشكل. بقيت تما في السعيديه ما نقدرش، ما حاملش يدخل جا استاذ، لانه هذا الشيء اللي داروا فيا شي حاجه كثيره اللي دار فيا انا فهمت. ودابا انت ملي كنتي 40 يوم كيمشي وكيخدم، ما كنتش عاقل، كتخليه يدير اللي بغا. 40 يوم ماشي مرة ولا جوج، ماشي نهار على نهار، 40 مرة، 40 مرة وكثر يمكن أستاذ. وكنتي عادي تلقى به وتدي عاوتاني وتخليه يقوم بديك الأمور. هذاك الشيء يا أستاذ، وهذا المنظر، هذا من الناس اللي فهمت. إلا قلت له دير هايدا يدير العكس. وجا عند هذا هو يتحكم فيه. وخلاه عاوتاني ولدو معاك في الدار. لا دابا بالسحر يحكمك بالسحر. هادو شياطين صحارى كبار، هادو يحكمك بالسحر. انا شي ما كنقولش يحكمك بالسحر كترعد. دابا هذا اللي عندك هنا هو اللي خدام معاه، كتحكمك في العقل ديالك. انا كنخمم استاذ دار فيا علاش بقيت كنبحث في الفيديوهات ديالك وهذه وفيديوهات تاع هذه، وصلت انه يمكن مانيش عارف الله اعلم انه دار فيا استنزال. هذه نخمم انا نقول 99.9%. ايوه فهمتك. هو سحرك باش يدخل فيك الجن باش يعطيه جميع الشفرات ديالك انت. هو هادشي اللي وقع، ولكن الا بقى هادشي غتبقى دائما انت كانك مراقب. نعم يعني حركات كلها مدروسه. لهذه الصديقات اللي غادي دير وغدير. لان هذا كيتكلم معاهم. فهمتي؟ فاي حاجه انت مدروسه وتجارتك هي دابا نازله. والناس اللي كنتي كتعامل معاهم مزيان هما تقلبوا عليك. هو هادشي علاش دارو زعما كاينه كنتي مع السيده مزيان. مع السيده؟ انت ديتيها عنده. هذه هي انا ديتها عنده. وديتيها عنده تعرفت لي عن طريقك. عن الطريق ديالي. تم ومن بعد كلشي خدموا هذاك الشيء بيناتنا. دابا السؤال اللي غنسولك هو ملي جيتي عنده عرف نوع التجاره ديالك والاعمال ديالك. هو ولا هي؟ هو. عرف التجاره ديالك. صافي طمع. صافي هذا هو اللي وقع. فملي جبتي الاخرى حتى هي دخلها معاه في وهذاك اللي خدا اللي داني عنده النهار الاول.
هو دخل معاهم معاهم وصل يعني اتفقوا على كاملين هذاك اللي داك النهار الاول واللي جبتيه انت والساحر حتى هو هذاك اللي ديته هذاك اللي يعني رزقك رزقك تقسم غني ما تقسمات هما ثلاثه وكان الرابعه ساحره واحده اخرى الرابعه حتى هي معاهم اكتشفت عاود واحد السحاره اخرى معاهم مع الجروب هادو معاهم بربعه هي وثلاثه خوتها لانه من بعد استاذ ملي فقت ملي درت هذاك الدول اللي قلت لك اللي صيفطوا لي هذاك السيد من الجزائر دابا بعد نسقسيك واش هذاك الشيء الشرعي اللي درتو يقدر يكون شرعي في ايات قرانيه مكتوبه عند التاثير ما كاين ما كاين لا ما فيه لا الناس في لا لا عادي هذاك الماء فيه فيه واحد القوه صراحه انا خصوصا كي مكتوب بصفر بالصفر نعم صفر غادي الاحمر ولا يكون مكتوب بالزعفران هو هذاك في ايات تكون سوره البقره ولا ايات السحر ما كيرجع صفر اه كيرجع صفر هذاك ما فيه هو بالعكس جيد هذاك مزيان فهذاك ما ضعفهم فمن بديت كيضعفوا بديت كتفيق استاذ تعرف شنو وقع لي ملي بديت نشرب هذاك هذاك الماء واش اول نهار ولا ثاني متصل به كنحلم راسي قبل الفجر استاذ حلمت جوج الحاجات متابعين الاولى حلمت انه بحال واحد الزاج غليظ الزاج اللي ما تقدرش تهرسه وانا كان بحال كنقول راسي كيفاش غندير نهرس هذا الزاج كنشوف شي حاجه من ورا هذاك الزاج بيضه وبحال لا باغي نوصل لها وسبحان الله واحد التقوي ديال هذاك الزاج بشاخ طرطق وحده نعم اصلا وحده بوحده ما شاء الله وفي نفس الحلمه حلمت ان من ورا هذيك حلمت بحال جا واحد عندي للدار جاب فورغونات وجا كيصوني عليا وكيقول لي هبط 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 دي رزقك زعما وهذيك السيارة هذيك فورغونيطة فيها الذهب هادي عليها هو يود الفجر ديريكت فخت معاه فخت باش نصلي الفجر إذا واضح الأمور إن شاء الله غادي الحواجز تهرس إن شاء الله ورزقك إن هذا دابا كاين حاجز بيك وبين المال المشكل كله عندك دابا على الرزق نعم دابا المشكل كله عندك على الرزق ديالك نعم لانه حتى هذيك السيده سبحان الله هذيك السيده وصلت انها خدات واحد لاصوم كبيره ديال الفلوس من عند من؟ من عندي انا بارادتك بارادتي انا انا كنت مخدومه وسات كتقول لي كتجيك كدير لك واحد الخطه لانه الله غالب ما فهمت السحر خويا السحر القوي كيدير هادشي ماشي من خاطر كاين اللي كيوقع على شي كاس وكيمشي كتعرف استاذ كنت في الدار مسدود عليا كنحس باش العقل ديالي كنحس به كيخرج صافي خويا كان الله في عونك شوف انت دابا انا اخوك انت خاصك تفرغ العلاج انت خاصك تفرغ العلاج هادشي اللي سمعني مزيان يلا غنبداو هادشي اللي كتعاود ليا ماشي ساهل نعم حيت ما يوقفش عند هنا نعم هادوك ما واقفينش نعم هادوك يبقاو يجرو الدرهم ديالك يجرو كامل مابقاش الاورو مابقاش يدور نعم تولي باغي تبيع الديبو ما تبقاش تشري من عندك بالخصوص دابا ملي عرفوني فهمتي كيفاش؟ ملي عرفوني عرفت شي عرض انتقام نعم وهذيك مغربيه هذيك مغربيه نعم حشومه غير حشومه واتقي شر من احسنت اليه انه اول مره انه يوصل يهضر انه باغي يتزوج وباغي اول مره في حياتي قلت هذا هو اللي كيمر داك ملي كتبغي دير شي حاجه مزيانه كيمر كيكرهوك كيما تواكي تلقى بنت الناس نشوف لعله وخير شو الحمد لله بانك في الاول تكون تتزوجي بعد كل شيء نعم الحمد لله وتصطيك ايه ها نعم خير ان شاء الله ما كتحلم بوالو في الليل مؤخرا استاذ اللي ولد دابا مؤخرا كنحلم بزاف ما فهمتش واحد الحقيقه ولات كنحلم اليهود بزاف ايوا صافي ربينا مزيان ملي كتشاهد دابا وكتسمي عندك شيطان يهودي عادي وليت كان وعندي يا استاذ كاين امور اخرى عندي على حسب ما فهمت ما لانه غادي نشرح لك وانت غادي حسب الرقيه اللي كنت درتها بحال عندي في هذه الجهه يمكن مؤمن شي حاجه مؤمن هنا بحال هذيك تاع الاستنزال وهنايا شيطانه ساحره ممكن وعندي كيفاش نقول ديال الموروث وهذا حاجه اخرى حوت ثاني حتى هي داخله امك مريضه
مرحبا خوتك مراد. دابا حنا كنا اش رايك استاذ، حنا كنا العائله لم الوالد كيفاش غنقول لك في المدينه معروفين ما شاء الله. رجعنا يا رجعوا العائله كامله تحت، كلشي لتحت، كلشي مشتت. ودابا انا في العائله ديالي كاع عندي العائله كامله كلشي مترجى استاذ، لا خوتي لا خوالي لا بمعنى انت اصلا متبوع على الرزق ديالك من غير هذا المشكل اللي كاين دابا حاليا. ثم ان كاين الموروث اللي هو قديم اللي هبط العائله اصلا، نعم، باقي تابعك، نعم، ويقدر يكون دار اليد معاهم عاوتاني، نعم. ايوا اش صار واخا تمدد هنايا سكي هنايا خويا جلست الكرسي الاخر يلا فهاد الاصدار. لا تكبر راه هكذا نعس ورفعت التوحيد فيا نفس الشيء. نعس راه زيدك راه حط راسك طرحها. خذ راسك صوم ماشي مشكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم بأموال جلاهم الله. خدام المال شياطين المال جلاها الله عز وجل. طيب الأمر واضح جلي، مال يمحق ماله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال ينتفضون في اليدين وفي القدمين على المال. عالم غريب جاءوا من أجل محل صح، صرع صرعا تام الآن يقومون من الأرض مع انتفاضة في الجسد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بسم الله يبطل كل سحر عظيم على المحلات والمال، على التجارات والمال. شياطين أين؟ اسمع جيدا، أين؟ اسمعني جيدا، عدو الله عذبتيه صح لله؟ عذبتيه لله؟ ها؟ يعذب المسكين على المال صح؟ سحر عظيم على المال صح؟ سحر عظيم على المال ها؟ يمحق المال صح؟ ها؟ المال ما يبقى. اسمعني، يمحق على المال. أين عجزت كله، ربطته وعقدته حتى يعذب. رفع التوحيد، رفع التوحيد الشيطان والو، قلت لن أرفع. رفع التوحيد، رفع التوحيد شياطين، قلت لا لن أرفع. رفع التوحيد والو، قلت لا لن أرفع. وتحدي يتحداه يقول لك احنا اقوياء ولن نرفع التوحيد. يقول لك نعم يعذب ولن نرفع التوحيد. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا شيطان ساحرا على العمل والمال على التجارة والمال على الكسب والمال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب شيطان على المال سحره عظيم سرقة المال بالمحق في المال بالقلة في المال بالتحكم في المال ضياع المال شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين يهود بسحر يهود في اليمين يهود في الشمال يهود مسؤول يهود مسؤول يهود يرفع المسؤول في يدين في اليمين والشمال مسؤول يهود شياطين يهود مسؤول يهود في اليمين يهود في الشمال يهود مسؤول يهود يرفعون الآن المسؤولية بقوة في اليمين وفي الشمال ويضربون اليدين والقدمين تحدي واضح أن المال لن يبقى فيه ما يبقى الأورو التحدي على المال كما قال محق عظيم في المال ويعنيها تحدي في اليمين وفي الشمال على المال فحكم في عقله وقلبه وقراره وتفكيره فلا يصبح هناك اتزان في قرار التسيير في المال هناك من يشاركه القرار الكساد لسوء التسيير والتدبير فلا يفكر إلا في محق وتعطيل صح ماح أي نعم بقوة أي نعم بقوة تحدي الساحر كان يأخذ إلى محلاته 40 يوما يسحر عند العتبة في المحلات وهو مغيب عن الوعي حتى أمكنه من الجن وأمكنه من الشياطين في المحلات وفي البدن ثم بدأ المحق محق المال فجأة أصبح الساحر ملياردير عنده الأموال والملايين من أين جاءت؟
لقد جاءت الصفقات والتجارة التي كانت هنا حولت إلى هنا، والبركة التي تكون هنا حولت إلى هنا، وما لقي هذا إلا العذاب والتعب من ذاك اليوم. في عذر في عام ذهب خيره وماله والآخر اختنى. ساحر ساحر عليم عظيم سحر يقول جاءه، كان يبدو شفاء عنده، فلما علم ماله وكسبه وتجارته أسكن الجن والشياطين والأبارسة في بيته وفي محلاته، فأخذ رزقه وماله وبركته وقوته وطاقته وأسكنه عكس ذلك محقا وكسادا وضرارا وفقرا، يرجو له أن يكون فقيرا لا يكسب الشيء. نعم الأذيمة على الانتقام صح لا؟ فأسكن بداخله الشياطين الماسونية يهود يعذبونه، فقد التدخين السفر العزلة محق المهل في قصر يغيب الفكر والعقل والقرار والأخلاق والالتزام فيصبح لا شيء. أصحاب هنا وهنا وحسن هنا. أضف إلى ما صدق الموروث القديم الذي أذل الأمة والأب والإخوة والأخوات، الموروث 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 القديم، موروث قديم أورث القلة والذل للأم ولكل أفراد البيت، ومع ذلك جد واجتهد فكسب واغتنى. لكن لما جاءت الأصحاب نشط البركان فجدد العهد والوعد القديم مع الجديد لساحر جديد، فكانت الإصابات في ظرف وجيز قوية وبالغة. أي نعم كانت همة أقوى من كانوا مما سبق فيه بموروث، لكن حينما جاءت الأصحاب القديمة الجديدة جددت عهدا للقديم، فكان الاتحاد من أجل إسقاطه وإطلاقه. نعم الاتحاد هكذا يرفعون بالماسونية، اتحدى القديم مع الجديد القدامى مع الجدد اتحدوا فأسقطوه. في ماذا؟ في من يسحرونه سحرا عظيما أسقطوه. كان يشعر ويكد ويشيخ توصل إلى الغنى، والعهد القديم الذي أوفى الذل للأب والأم لم ينسح وأعطى الذل كل البيوت. قال إن عائلة مرموقة معروفة لك أصلحنا في الدود، هؤلاء القدامى لم ينسوا العهد والوعد فلأزلوا عليه حتى أسقطوه في سحرة يسحرونه. ولا شك أن عنده ما تسمى بالعاشقة، العاشقة. وسأقول لمن إن حينما أراد الزواج لأول مرة بعد 40 سنة اصنع ما شئت وتجتهد واغتنم، لكن حينما جاء بها ليتزوجها نشط البركان. أعطيناك المال كي تكون، لكن أردت به زوجة، سنعذبك عذابا أليما شديدا. فاجتمعت عليه أسباب كثيرة سمعناها فربطناها، وسكون بداخلي كذلك العاشقة. سمعت العاشقة، لأن تكون تحدي قديم، كانوا يؤذونك وكنت أساعدك وكون كانوا لا زالت أسكن في الفقر فاغتنيت. فحينما فكرت أن تأتي بها زوجة لك، أنا ما سلطت وعذبت وأمرت فكنت صبا وسهما عليك حتى لا تحظى بك أي امرأة صح أم لا؟ عاشقة تحبينه تعشقينه، عاشقة متيمة. هذه واحدة من المنظومة، السحرة الموروث السحر الساحر العاشقة القديمة صح أم لا؟ سحرة غلاظ وشداد، سحرة الماسون يهود على ليس على الآن على ماله المال والقوة، وإنما على أخلاقه واتزانه وزواجه وعلو مكانته وقبوله وبركته. ويبقى الأمر العظيم هو المال. المال يعذبون الآن، وهي رسالة وجهها لكل من في البدن يرى الخير، يرى الخير في المال والنور والبركة في المال، فأقبل إلى الله وجاء إلى الله جل وعلا بالإسلام. فيا باغي الخير أقبل. إلى كل من في قلبه اللين والحب للخيرات والبركات، أقبل ولا تخف بإذن الله عز وجل. مهما تكالب السحرة والكفرة واليهود، فاعلم أن الله عز وجل معنا، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا. فارفعوا التوحيد طاعة لله عز وجل، يرفع التوحيد
من أهل القبلة والإسلام يرفع بإذن حتى إهانة وطاقة وقوة وإشارات مخية وعصبية وقلبية وروحية تؤذي وتضعف كفرة مسؤول. فليرفع بإذن الله تعالى التوحيد في اليمين وفي الشمال ممن أسلموا لله أو في قلبهم خير اتجاه الإسلام. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله. إلى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هيا إلى الله جل وعلا. المال مال الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أيها الشيطان الحاسد الساحر القوي الكبير، أيها الشيطان الساحر القوي الكبير، أيها الشيطان القوي الساحر الكبير، على اسمه واسم أمه، على اسمه واسم أمه، أيها الشيطان القوي الكبير الساحر الكبير، أيها الشيطان القوي الساحر الكبير، عليه وعلى اسم أمه. هيا إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فبسم الله أذكرك بما سلق في عالمك أن الله تعالى يبطله. أصحاب الجبال والأودية والأنهار، والأصحاب المرشوشة، الأصحاب المعقودة والمدفونة، الأصحاب القوية، أصحاب الذبح والدم، أصحاب السلالة والزورية، أصحاب الذبح والدم، أصحاب الذبح والدم والسلالة والزورية، أصحاب الموروث من بطن الأم، من رحم الأم، من ولادة الأم، من نفاس الأم. قالوا نعم، أصحاب من بطن الأم، من رحم الأم، من ولادة الأم، من نفاس الأم، في بيت الأم قديمة. سحر الأم أخزاهم الله، وسحروا ذريتها للذلة. وهذه إشارة دائما يؤكد عليها أصحاب الموروث، حتى وإن على كعبهم هناك من يسعى في إسقاطهم كما أسقطوه، وفي إذلالهم وفي إفقارهم. نعم، حتى وإن على كعبهم في علم أو في مال أو في تجارة، لكن هناك من لا زال يواصل السعي ويصر بجد حتى ترى عليهم آثار الذلة وآثار الهوان. الموروث شيطان، شيطان الموروث والمربية، مربية الموروث. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله جميعا. الموروث الأم، وقالها كل الأسرة أصبحت صفرا، صفرا إلا هو صفرا. أرادوا أن يرجع ولا يستثمر ويبقى الحكم عام، كما جعلوا الجميع في الدون والفقر أن يرجعوا كذلك إلى حضيرة الفقر، يرجع إلى دائرة الفقر، إلى دائرة الفقر. صح لا؟ قالوا نعم بقوة، نعم نريد أن يرجع. فكيف يستثنى؟ كيف يستثنى؟ علاش هو بالضبط الله يسر لي وكذا كلهم رجعناهم صفر؟ يطبقوا مع الماسونية، لن نرضى أن تكون البركة في يده أو في عقله وقدمه، لن نرضى أبدا. فسلطنا عليه من يسحره ويجدد سحره ويكثر من الأسحار حتى قوانا وحمانا وحصنا فمحقنا وعذبنا وأبعدنا. صح أم لا؟ أي نعم، أي نعم. شياطين السحرة سحر موروث وسحر آخر على المال وعلى الزواج، والعاشقة بينهما كذلك. الماسون يرفعون اليدين عاليا بقوة، تحدي، تحدي أننا شياطين. انتصرنا في اليدين في القدمين وفي اليدين، انتصرنا، محقنا اليدين والقدمين. فماذا أبقينا؟ العقل، تحكمنا فيه حتى أصبح يأتي للساحر سيأتيه ولا يستطيع أن يغير حاله. الساحر هو يأتي بالساحر ويدخل إلى بيته ويسحره وينظر ويرى. صح أم لا؟ صح أم لا؟
الساحر يأتي إلى البيت وإلى محلاتي ويصحى أمام عيني ولا يتكلم. تحكمنا في عقله وتحكمنا في يديه وتحكمنا في قدميه. في عام محق المال، صح أم لا؟ سحر المحق والقلة والذل والتحكم في المال، والشياطين قابعة في البدن، هي في البدن. شيطان مسؤولي يهودي قوي ساحر معه عاشقة، معه العاشقة ترى مسكين العاشقة حتى وضعت يدها، لأن هذا يخدمها، لأنه أراد أن يتخلى عنها، فكيف تكون معه زوجة شريكة أنثى أخرى؟ مفهوم. وبالتالي ما دام هو من تظن نقض العهد وأخلف الوعد وسيتنحى ويتخلى، وضعت اليد من أجل يبقى، سبيل العشق والحب، عاشقة منذ الصبا، منذ الصبا عاشقة، منذ الصبا، منذ الصبا، على جماله، على قوامه، على كلامه، على سفره، على لباسه، على ماله، على خلوته، على زينته. واحدة من المنظومة فقط، وتلقى البداية. شياطين المغروف العاشقة وسحرته، شياطين سحر على المال بالسحر الجديد، والله المستعان. فإني أوصيكم جميعا معشر الجن بالتعاون على البر والتقوى، أنا أوصيكم بالتعاون على البر والتقوى، لأن الله جل وعلا سينصرنا، فمن ركب معنا فسينصر بإذن الله تعالى، ومن تخلف فلا يلومن إلا نفسه. لا يجوز لكم البقاء في تعذيب هذا الرجل، مفهوم. لبيك الله.
أفعى توحيد بجوش أخرى تاية يلا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أنا كذلك قس كرها زيد كرها زيد Thank you.
يقول بسم الله تحرق كل شيطان عاشق. بسم الله تحرق كل شيطانة عاشق. تحرق كل شيطانة عاشق. يا سهل. يا سهل. لا لا شيطان عاشق صح يا سهل. يلا. كرر. يلا بسم الله. تحرق كل شيطانة عاشق. شيطانة عاشق. يلا سهل. سهل. تحرق كل شيطانة. بسم الله تحرق كل شيطانة عاشق. بسم الله. شيطانة العاشقة. بسم الله تحرق كل 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 شيطانة. بسم الله تحرق كل شيطانة عاشقة. 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 الفريحة اللي كتسبب لنا واحد الإحراج كبير في الحياة اليومية ديالنا. كما كتعرفوا أن هاد الأسباب ديال الرائحة كتكون أسباب داخلية وأسباب خارجية. من بين هاد الأسباب أسباب ديال التهاب.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. شوف قل بسم الله تحرق كل شيطان عاشق السكت من الصغر. يا شيطان عاشق السكت من الصغر. يا ركز معي. عينك تدوس بالدموع. نعم. عينك تدمع. دمعتان. يا رسيح. بسم الله تحرق كل شيطانة ساحرة منذ الصغر. عاشقة عاشقة. سكت منذ الصغر. يا رسيح. بسم الله تحرق كل عاشقة منذ الصغر. بسم الله تحرق كل عاشقة منذ الصغر. بسم الله تحرق كل عاشقة منذ الصغر. بسم الله. زيد سير يطلع سير. بسم الله يتحرق كل عاشقة من الصغار. 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 سير يطلع سير. زيد زيد. زيد يطلع كمل. زيد بسم الله يتحرق كل عاشقة من الصغار. 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 بسم الله يتحرق كل عاشقة من الصغار.
بسم الله يتحرق كل عاشق منذ السبب، 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 بسم الله يتحرق كل عاشق منذ السبب. يلا قول بسم الله يبطل كل سحر مرشوش ومخطط. 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 زيد زيد زيد. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش ومخطط. 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 بسم الله سحر مرشوش ومخطط. بسم الله يبطل كل 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 سحر مرشوش ومخطط. بسم الله يبطل سحر مرشوش ومخطط. بسم الله يبطل كل 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 سحر مرشوش ومخطط. بسم الله سحر مرشوش ومخطط. بسم الله يبطل كل 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 سحر مرشوش ومخطط.
بسم الله يبقى كل سهل المشرف مخطط. 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 بسم الله بسم الله يطلق سحر مشروع مخطط. بسم الله سحر مشروع مخطط. بسم الله يطلق 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 كل سحر موروث قديم. بسم الله يطلق رفعت وحيد. بسم الله يطلق رفعت وحيد. بسم الله يطلق كل سحر موروث قديم. بسم الله يطلق كل سحر موروث قديم. بسم الله يطلق 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 سحر موروث قديم. قل بسم الله يطلق سحر قديم من القريبات. دغيا دغيا. بسم الله يطلق سحر قديم من القريبات. 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 زيد 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 زيد. بسم الله يطلق سحر قديم من القريبات. بسم
بسم الله يطهر كل سحر قديمنا قريبات. بسم الله يطهر كل سحر قديمنا قريبات. بسم الله يطهر كل سحر قديمنا قريبات. زيد متوقفش. بسم الله يطهر كل سحر قديمنا قريبات. 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 اجي عندي اجي عندي اجي عندي اجي عندي. الله الله
وتذكرت في الآخرة أستاذ أرقتي لا أرقت لا الدخل كله كان سير بالله الحركات كثيرة بيدك ورجليك واخا شوف اسمعني مزيان اش تذكرتي بعدا تذكرت ملي كان الاخ جبد على هذيك ما كاين واحد الساحره اخرى حيت هذيك الساحره اللي دابا هذيك اللي كنت انا باغي نتزوج كتمشي عاود عند واحد الساحره من بعد عرفت انت عرفت عرفت ملي درت هذاك الدواء هذاك اللي جاني من الجزائر اول حاجه اللي درتها ملي بديت كندير الدواء درت واحد 15 يوم وانا اتصل بوحدها كانت صاحبتها هي اللي دائما معاها وبديت كنهضر معاها كنهضر قلت لها خصك تقولي لي الحقيقه وشنو واقع شنو كاين بدات كتعاود لي على واحد الساحره ما ساحره وعرفت باللي ودابا دابا هي كتمشي عند هذيك الساحره شتا وصل مع دوك اللي كيديروا انا ما كنتش غنفهم في هذا الشيء بقيت كتشرح اللي كيديروا اللي كاين شي حاجه سميتها الليالي نو الليله هذاك الشيء ديال قناوه وتخرب وذبحوا بقيت نقول انا راسي في راني مشاش بقيت راسي في واحد الاخر ما قدرتش ما عرفت طحتي واحد الناس محترفين لا ماشي مشكل ما عرفتش هذا الاستاذ هذا الابتلاء هذا واش شنو هذا وما عرفتش واش غادي نسميه ابتلاء ابتلاء نعم وانت كتشوف دابا بحال الشياطين شي كيسخر لشي بيناتهم نعم وشي عادي انت ما تفهمش لانك بعيد على العالم حنا شي فاهمين وعادي نعم شي كيتقوى بشي باش يبقى واحد يوصل للغايه ديالو شوف دابا تاثرتي في الموروث القريبات تاثرتي في العاشقه الشياطين المال والمحق نعم. بقوة نعم. كل واحد كيعطيهم ماسونية في اليدين نعم. كيضرب الرجلين بكل شيء نعم. شوف الأمور راه واضحة أنت ما غتمشيش مازال نخدم معك غادي تسنى نعم ونكون شنو غادي ندير طلع ارتاح هذيك المرة